استعاذة أسبوعية للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. حجاب للعين وللقبول والهيبة والنصرة والأمن والألطاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو البطش الشديد والسلطان الرفيع والقدرة القاهرة والعزة الغالبة. له الجود والبهاء والرفعة والسناء، الواحد الأحد الفرد الصمد الجبار المتكبر. وأعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله من شر كل عين ناظرة وأذن سامعة وأيد باطشة وأقدام ماشية وقلوب واعية وصدور خاوية وأنفس كافرة ويمين لازمة ظاهرة وباطنة. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأعيذ نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الرحمن الرحيم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأعيذهما من شر فسقة العرب والعجم والترك والديلم والنصارى واليهود، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأعيذهما برب حبس حابس وشهاب قابس وحجر يابس وماء فارس وليل دامس. العين بالعين رددت العين إلى العين. ذلك ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أستغفر الله سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. بكافها يا عين صاد. بطاها. ب ياسين. بحاميم. عين سين قاف. توجه حيث شئت فإنك منصور. اختتام الاستعاذة. ختمت هذه الهياكل السبعة بخاتم الله المنيع، الذي ختم به على أقطار السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبخاتم سليمان بن داود عليهما السلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
وبخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اكشف عنا السوء وخلصنا من الغم، واجعل لنا فرجا ومخرجا في أقرب الزمان، وزحزحنا عما توسوس به أنفسنا وشياطين الإنس والجن، وعن نار الشهوة وزلة الغفلة، واكسنا من رحمتك جلابيب العصمة، وهب لنا قوة المشاهدة تصحبها المخافة والمهابة، وافتح أسماعنا وأبصارنا ولا تتركنا في غيابة الجهالة. Merhameti sonsuz biricik Rabbimiz, sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar. En yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir fereç ve mahreç nasip eyle. Bu mücrim bendelerini nefislerimizin, insi ve cinni şeytanların ilka etmeye çalıştıkları vesveselerden, şehvet ateşinden, gaflet zilletinden uzak tut. Rahmetinle muamele buyur da bizi günahlardan koruyacak elbiselerle donat. Bize mehafet ve mehabet duygularıyla beraber müşahede imkanı lütfet. Kulaklarımıza ve gözlerimize de hakkı görmeyi ve hakikati duymayı müyesser kıl. Allah'ım, bizi cehalet vadilerinin dar ve boğucu atmosferine de terk etme.